الصحية يعني كلام دي من أهم الملفات ومن أهم الحاجات اللي كانت موجودة يمكن شغلة جمهور نادي الزمالك. هو أنا المعلومة اللي عندي 14 قضية. أنا عايز بس أعرض عشان الناس كانت دايما بتشكك في قصة عدد عدد هم مش 14 قضية، هم 14 حكم. ما هو أنا كنت عايز أقول لحضرتك يعني 14 حكم من كام؟ من يعني كام حكم؟ ما عندنا مثلا يمكن 10 قضايا فيهم 14 حكم، لأن القضية بيبقى القضية فيها إيه؟ مثلا سبورتنج لشبونة في غرامة لسبورتنج لشبونة وفي غرامة على النادي للفيفا. فأنت لو دفعت دي وما دفعتش دي ما ينفعش. مش هترفها. اتشيمبونج عنده غرامه وفي غرامه للفيفا. طب ليه غرامه الفيفا دي؟ تاخير؟ ما هو غرامه فيها تاخير او تقاعس او ما ردتش، كل بقى كل يعني كل يعني كل بقى ايه السلطات. كل اللي احنا شفناه بقى السنين اللي كل فاتت. كل السلطات. ايوه بالظبط. الغرامه بالسلطات. بالظبط كده. فلو حضرتك عايز نبص على عدد القضايا يعني انا برضو دي ايه دي عباره عن ايه اصلا حضرتك؟ دي انا عندي انها الحكم بتاريخ الحكم برقم الحكم المبالغ تمام يعني المطالبه. مثلا نمره واحد سبورتنج لشبونه تاريخ الحكم بتاعه كان 19 يناير 2022، ده رقم الحكم اللي هو ايه يعني الرقم اللي بيجي لنا بيه من الفيفا. وبعدين كان مبلغ المطالبه كان كام؟ 915000 دولار عليهم فوائد 607000 دولار. يا نهار ابيض، فاحنا تلتين دفعنا المبلغ يعني يا فندم تلتين المبلغ تمام. فوائد. فاحنا دفعنا اجمالي لسبورتنج لشبونه 1,517,800 دولار. ما كانش ينفع فيهم اي تفاوض دول؟ ما هقول لك بقى، لما جينا نتفاوض في قصه سبورتنج لشبونه دول، سبورتنج لشبونه زي ما قلت لحضرتك هو ايه؟ هو طلب قال انا ما اقدرش، انا بقالي 7 سنين. وكان عنده منطق الحقيقه هو منطق مقبول اللي هو ايه؟ قال لك انت طالب مني قسط، طالب مني قسط، انا مش قادر استوعب، هو بيقول انا مش قادر استوعب ان انا اسيب لك فلوس تشتري بيها لعيبه وانا لسه ليا فلوس عندك بقى لها 7 سنين. يعني ايه؟ يعني لو انت مش هتدفع لي المبلغ كله هتدفع لي مبلغ جزء، فالجزء اللي فاضل ده انت كنت هتاخده تعمل بيه ايه؟ تشتري بيه لعيبه، فبالتالي من باب اولى تديني فلوسي. خلي بال حضرتك سبورتنج لشبونه عشان الناس تتصور برضو، احنا كلنا كزملكاويه لما بنتكلم في موضوع كهربا بنقول ايه؟ احنا مش هنقسط، احنا مش عايزين نقسط. فهو نفس انت حط نفسك مكانه، هو مش عايز يقسط برضه. فاحنا على فكره احنا في كلامنا مع سبورتنج لشبونه عرضنا نقسط واتكلمنا معاهم، للحظه ما كنت انا وكابتن حسين لبيب على زوم، هو قال لنا ادوني تصور عايزين تقسطوا ازاي. واحنا جالنا احساس ان هو ايه؟ هيوافق. المشكله دي يعني احنا بعتنا الكلام ده يمكن اوائل يعني اول اسبوع في يناير، يمكن 3 يناير او حاجه زي كده. وبعدين هو فضل ساكت، احنا كنا متفقين ان هو يرد علينا، فضل ساكت شويه لغايه ما رد علينا. اعتقد رد علينا لما دايما ايه اتقال ان في قضيه هتبقى على المجلس يوم 14 يناير والمجلس ممكن يمشي وبتاع. فهو لما برضو انا مش بقول ان هو حد بلغه، يمكن يكون هو عارف ان في قضيه، فهو تراجع عن قصه التقسيط دي او ايه، او قال ايه لا انا مش احنا مش هنقدر نقبل فكره التقسيط. عشان كده احنا دفعنا المبلغ كله وسددناه يوم 17 يناير 2024. فالمبلغ المتسدد هو 1,517,800 وما بقاش علينا اي حاجه لسبورتنج. ده اتقل مبلغ في كل ده اكبر مبلغ. ما انت هتشوف بيمثل كام في الميه تقريبا من اجمالي الغرامات اللي اتسددت؟ ده احنا بنتكلم في 70% تقريبا، لان عندنا حاجات ثانيه. 70% 70% لشبونه بس. لشبونة طب بس. انا شايف ان في فوائد طبعا على الغرامه. انت قلت لي ان في جزء بيبقى للاتحاد الدولي، في انهي جزء في دول؟ ده في ثانيه كمان هتلاقي بقى تحت. بص في هنا هتلاقي في الفيفا 12 رقم 12 لا اخر واحده نمره 14، هي نفس رقم الحكم اللي فوق 9762. علينا غرامه كام؟ 30,000 فرنك سويسري. ده بقى الفيفا بما يخص قضيه لشبونه. هو ده المبلغ اللي الفيفا. فلو انت دفعت قضيه المبلغ بتاع لشبونه بس ما دفعتش فلوس الفيفا هتفضل موقوف برضه. فهمت. لا احنا عايزين معلش الجدول اللي قبل الجدول الاولاني تاني؟ الجدول فدول ال 14 عندنا اتشيمبونج الحكم بتاعه كان يوم 8 مارس، رقم القضيه، مبلغ المطالبه 180,000 دولار، الفيفا فرض عليك غرامه للاعب 90,000 دولار كمان. يعني ايه للاعب؟ يعني هو كان ليه 180,000 دولار، فيفا بما ان انت اتاخرت فغرمك كمان 90,000 دولار. يديها للاعب؟ للاعب.
فبالتالي المبلغ اصبح بفوائده 279,000 دولار. دفعنا جزء في يناير 3 يناير 2024 دفعنا 150,000 دولار، متبقي من مبلغ شيمبونج 164,000 دولار. ده بالاتفاق مع شيمبونج. دول ايه؟ ده بالاتفاق مع شيمبونج طبعا، وعملتوا اجريمنت تسويه طبعا. مفيش حاجه هتترفع، العقوبه ترفع غير لما يكون في اتفاق تسويه او تكون سددت بالكامل. نادي ليون، نادي لاين 36 ده النادي بتاع سامسونج، ده كان عنده ليه حق رعايه عن نادي الزمالك. الحكم كان في 23 مايو 2023 بمبلغ بسيط 11,000 دولار، دول دفعناهم برضو يوم 3 يناير 2024. اندريا سوزا بس ما شاء الله كلهم عليهم فوائد. اندريا سوزا ما كله فوائد. اندريا سوزا ودانيال اجيتو دول المساعدين بتوع فيريرا، كان عندهم حكم 9 اغسطس 2023 كل واحد بحوالي 32,000 دولار، دول عملنا معاهم اتفاق تسويه، واتفاق التسويه ده دفعنا جزء ومتبقي جزء هندفعه. وهنا انا عايز اشكر احنا عملنا اتصال مباشر مع المدربين دول. عايز اشكر حسني خطاب اللي كان المترجم بتاع فيريرا، لان هو اللي وصلني ليهم، هو اللي خلاني اقدر اتكلم معاهم، وهو اللي خلانا نقدر نتفاصل معاهم، وهم اقتنعوا ان في اداره جديده وبتتعامل بطريقه مختلفه، فقبلوا ان هم يمضوا معانا اتفاق تسويه. عندنا نادي وادي دجله، ده كان الحكم في 21 سبتمبر 2023 ده حق الرعايه بتاع ابراهيم نضال، دفعناه بالكامل. عندنا في 21 سبتمبر جالنا غرامه من الفيفا تخص قضيه اتشيمبونج، يعني هو حكم لاتشيمبونج 90,000 دولار غرامه للاعب، وهو كمان حكم لنفسه بغرامه ايه؟ 10,000 دولار. 10,000 دولار دي اتسددت يوم 27 ديسمبر. غرامه ثانيه ب 1000 فرنك سويسي لنفس القضيه. نادي لاين 36 عنده دفعه ثانيه من حق الرعايه بتاعت سامسونج 11,000 دولار برضو دفعناها في 3 يناير. روي اجواش ده المساعد الثالث بتاع فيريرا، كان ليها 43,000 دولار، دفعنا له 22 وفاضل 22. ال 20,000 دولار دول يوم 8 ديسمبر دول غرامه تخص الحكم بتاع نادي كاراكاس، غرامه للفيفا ب 20,000 دولار، وكمان غرامه ب 2000 فرنك سويسري. فده اجمالي الايه ال 14 حكم، عشان الناس كانت دايما بتشكك في قصه ايه ده، ما فيش 14 حكم، ده ما فيش ده العدد مش مظبوط. فده يعني الجدول اللي يبين لك احنا سددنا